لا يزال الصمت يخيم على أزمة نقابة الصحفيين، فبالرغم من تصاعد وتيرة الأحداث المتلاحقة التي تمر بها أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية، والتي انتهت بقرارات تصعيدية من جانب الجمعية العمومية لأعضاء مجلس النقابة، فإن جميع الصحفيين كانوا في حالة ترقب لأي تدخل ممكن من جانب مؤسسات الدولة من شأنه إنهاء الأزمة أو تهدئة وتيرتها على أقل تقدير. وبعد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للصحفيين على خلفية اقتحام مقر النقابة الأحد الماضي، أصدر مجلس نقابة الصحفيين عدة قرارات تصعيدية على رأسها الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صورته نيجاتيف فقط، وصولا إلى منع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. كما قرر مجلس نقابة الصحفيين تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت شارات سوداء ودعوة الصحفيين النواب إلى تقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، بالإضافة إلى استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل في خطوة وصفها البعض بالتصعيدية ومن شأنها زيادة الأزمة بين الصحفيين والداخلية. البرلمان كان له رأي في تلك الأزمة، حيث اعتبر أسامة هيك رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن أزمة النقابة والداخلية تضر بمشهد الصحفيين أمام الرأي العام وصورة مصر أمام العالم، معتبرا أن النقابة فشلت في إدارة الأزمة، فيما طرح عدد من نواب المجلس مبادرات لاحتواء الأزمة بين الطرفين في خطوة لتهدئة الشارع المصري الذي انقسم حول تقييمه للأزمة المتصاعدة. مراقبون أكدوا أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من جانب ورفض وزارة الداخلية الاعتذار للصحفيين من جانب آخر سيؤديان إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين، فيما طالب سياسيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لرأب الصدع بين الصحفيين والداخلية واحتواء الأزمة قبل تصاعدها خلال الأيام القليلة المقبلة. في النهاية يبدو أن الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في طريقها لمزيد من التصاعد إذا لم تتدخل أجهزة الدولة للصلح بين الطرفين، في ظل انقسام نواب البرلمان حول تقييم موقف الطرفين.